لكل منكم هدف في الحياة يطمح إلى تحقيقه، واجتهادكم كفيل بأن يحول الحلم من خيال إلى واقع. حياتكم أنتم تخططون لها، وبجهدكم تصلون إلى ما تطمحون. الحياة لوحة فارغة وأنتم الرسامون، وبقدر ما تتعبون برسمها وتعملون عليها بجد ستبدو لوحة أجمل. Hello, it's me. I'm sorry انه انا من اول فيديو ما حكيت معكم لانه كنت عم حارب الوقت. سو زي ما قريتوا في الفيديو، فكرة الفيديو هاد راح تكون انه اسوي فيها الروتين تبع جيمس. مين هو جيمس؟ جيمس هذا طالب تقريبا هندسة، بس مش منذكرش الهندسة تبعه شو هي. المفيد طالب هندسة من أكثر الطلاب اللي بيدرسوا في الانترنت، بيدرس نظامه 12 ساعة في اليوم. كان حكى في فيديو من الفيديوهات تبعه انه شو السبب اللي بيخليه يدرس 12 ساعة في اليوم، انه في عنده أحلام وطموحات وبده يشتري بيت لأمه، فلهيك لازم يكون مكتوب في دراسته عشان يحقق هدول الأحلام. الروتين تبعه يتمثل انه هو يصحى يا أما الساعة 3 أو 3:30 ويبلش دراسة، يا أما 3:30 أو الساعة 4 وينام الساعة 7 بالليل، يعني ما يقارب ينام 8 ساعات ونص، which is perfect لأنه أنا نوعي جسمي تستحق 8 ساعات أو 8 ساعات ونص عشان تكون بكامل نشاط. فاليوم قررت أني أنا أجرب روتين جيمس، ولكن أنا مش جيمس، أنا ميرا المرمورة الحلوة الأمورة. فأنا أريد عندي أشياء أسويها في حياتي، لأنه أنا عندي حياتي الخاصة اللي بتختلف على حياة جيمس. فرح احاول ان روتينه هاد اشقلبه بطريقه تتناسب مع حياتي انا. انا اختكم واحده تروح للجيم وتتمرن الصبح، فزي ما شفتوا انه حاليا درست 4 ساعات، فتحت الجوجل ميت درست معكم، لازمني اروح الجيم وارجع. بمعنى في اليوم هذا فاضل لي كمان 8 ساعات دراسه، فخلينا نشوف اليوم هل راح ننجح في هالشيء او لا، انه ندرس 8 ساعات بروتيني انا الخاص. الصراحة خليني لكم أول شيء بداية اليوم كيف كانت. كنت شوي معصبة يعني، حتى في البث اللي حضروا البث يعني أقل حدا بيسوي إزعاج على طول طلعوا من البث. وليش من هذا أول ما بلشت البث؟ ليش؟ لأنه أنا متعودة أسوي أشياء معينة في روتيني الصباحي. أنا روتيني الصباحي ياخذ شوية وقت، ساعة ساعتين لازم فيها أسوي فيها شغلات بسيطة قبل ما أبلش أني أنا على طول أذاكر. فنص ساعة بس يصحى على طول يروح على طول يعني يذاكر، ما بعرف كيف بيسويها. ممكن لأنه أنا بنت وهو شاب، فدايما احتياجات دايما بشوف الشباب أقل من البنات، فما بعرف كيف بسرعة في هاي النص ساعة هي يقدر يسوي فطور ويتحمم ويجهز كل شيء. أنا ما بقدر.
أسوي هالأشياء، أنا يدوبك لحقت أسوي فطوري والقهوة تبعي. الظاهر فيه إنه الولد هذا واصل لأعلى مراحل للتايم مانجمنت، أو بسرعة يخلص أشياءه، أو ممكن هو احتياجاته قليلة جداً مقارنة بي أنا. بس هيك هي ملاحظتي الأولى. إذا كنت أول مرة بتشوفوني أنا ميرا المرمورة الحلوة الأمورة، اشتركوا بالقناة، حطوا هيك الفيديو، تابعوني على الإنستغرام لأنه في الإنستغرام هناك بنشر لينك البثوث المباشرة، وكمان عم صور لكم حياتي، أنزل صور حلوة زي أنا. وبس هيك لازمني أجهز وأروح للجيم. نقلة سريعة إلى الجيم. عندي احلى صوت فيك كوكب الارض. في حد عنده غير هيك حكي؟ ولا حد فيكم مقتنعين صح؟ هلا الشوط الثاني اللي هو الشوط المسائي، فيني كميه نوم يعني بلشت اتعب وهيك، هذا طبيعي عرفتوا كيف. فعندي جبت انرجي درينك، صار لي قديش، صار لي 7 اشهر انه انا ما بشرب انرجي درينك، فما حابه صراحه ارجع اني انا اشربه، فحطته اخر شيء افكر فيه. اوريدي هاي القهوه تقريبا الثالثه لليوم، بس قهوه عربي عرفتوا، مش نسكافيه لانه نسكافيه كثير قوي، وصراحه انه 3 قهوات اوفر عرفتوا، فمسوي قهوه عربي هون. بس قلت له اخ مش قادره بنطق يا ربي لانه بلشت اتعب، لساني يتعب. فاذا خلصت كل الطرق اللي تؤدي الى روما بشرب بعد ما اقلعت عنه، هو يعني مضطرة فقط عشان الفيديو هذا، بس ان شاء الله ان شاء الله مش راح اشرب باذن الله، انه ان شاء الله راح اكبه في الزبالة. اخ الضوء هذا عم يعكس فمسوي وجهي ما بعرفش ايش. anyway هل انتم مستعدون يا اصدقائي؟ فلنبدا دراستنا. بينما انت تنام ميرا تصنع مجدا. والله نام احسن. Памятник? Да, памятник. Троллейбус? Троллейбус. Да. Клин? Клин. Ча... Чистая. Чистая. Комфортейбл? Ою. Тная. I'm so happy. I am so proud of myself. فرجكم الساعة. شايفين الساعة ما بعرف الفوكس ضعيف.
جيمس يا جيمس شو سوينا لك يا اخ جيمس؟ ليش بتذاكر كثير هيك؟ اخ راسي اخ راسي اخ راسي حموت. ابدا 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 مش متعودة انه جسمي يتعب من الساعة 7، فحاسة شيء كثير غريب انه انا بدي انام على الساعة 7. كمان الروتين هذا الكثير بكير يبلش من 3 الصبح للساعة 7 صراحة برافو. اللي عاجبني في الموضوع كله انه ما فيش ديستراكشن، يعني ما عم بفتح كثير انترنت، ما عم بلهش حالي باشياء غير مهمة، لانه انا صرت مدمنة انستغرام، دايما بحب اتصفح هيك الريلز، بضيع لي وقتي بدون ابدا ما بحس. سوي ديد ويل بيبي صراحة هالروتين هذا اذا في شيء حلو انه ما بيخليك تضيع وقت، بس كمان متعب الصراحة متعب لانه جسمي مش معود، حاسة ظهري كله مكسر. كمان يا اصدقائي تذكروا الكرسي تبعي اللي اشتريته تقريبا، هاد كنت فتحته معكم في فيديو تبع، احط لكم فيديو هون اوكي، نسيت اسم الفيديو، بس انه فيديو كان اطول، هذا كان اول فيديو يوصل ل 30 دقيقة انزله على القناة، اللي هو فيديو التراكمات. هلا تذكرت تذكروا هذاك الكرسي على اساس انه رحت انا تركته عند صاحبة الشقة تبعي القديمة، فروحت على اساس انه بدي اجيبه هيك وحكيت معها، قلت لي انه انا تركته عندها، قلت لي انه رمت لي $100 على، يا ليت اني فرحت فيه، يا ليت اني درست فيه كثير، يعني انقهرت عليه الصراحة وكثير ظهري عم يوجعني من الكرسيات، فما بعرف هل بشتري واحد ثاني، اخاف اني بشتريه يعني وما الاقي مكان احط فيه اغراضي، لانه هاي السنة حطيت جزء من اغراضي عند بعض الاصدقاء، وظل هداك الكرسي خليته عند صاحب الشقة وقلت له بس ارجع انه انا بجي باخذه من عندك، فرمته لي. اخيط هالمرأة الشريرة. اكتبوا لي تحت في التعليقات اذا بتعرفوا عرفتوا هديك اللي بتسوي سبورت للظهر، هل تعرفوا محل ببيعها هيك غير امازون، لانه اعتقد انه امازون ما بيوصل لروسيا، فشوفوا لي موقع ثاني الاقي فيه هديك البيلت او تبع السبورت، تسوي هيك سبورت للظهر، فاذا بتعرفوا موقع يبيع بليز اكتبوا لي تحت في التعليقات، ويكون يوصل يعني لروسيا او لدول العالم بشكل عام غير امازون، لانه تقريبا امازون ما بيوصل لروسيا، مش متاكده من المعلومه. وبس هيك نلتقي غدا يا اصدقائي، الى اللقاء، good night. سبسكرايب شير لايك، تابعوني على الانستغرام لاخر لحظة في حياتي اظل يوتيوبر. باي. اهلا بكم اصدقائي في اليوم الثاني، جهزت اوتي زي ما شفتوا على الساعة 3:30. خلينا ندش عندي، اوه لا لا، حاليا عندي الساعة 4، رح بلش هلا مذاكرة الساعة 8 الصبح، بعدين كالعادة اروح للجيم. بس حبيت اقول انه الصراحة النظام مرهق جدا، لانه انا صار لي شهر متعودة اني انا اسهر. لو تشوفوا في اخر فلوج انا نزلته، في كتير منكم قالوا لي ميري كيف تقدري تسهري وتصحي الساعة 3 الصبح، في هداك الفيديو انا اول ايام كنت بصحى بكير، بعدين صرت بصر يعني مش مستحيل اني انا اسهر يعني واصحى 3 الصبح، يعني مين انا عندي 48 ساعة في اليوم؟ اكيد لا، مفيش شي غلط، يعني حبيت اصلح لكم هالشي. فانا صار لي شهر نومي متكركب، وهلا فجأة صرت اصحى بكير. اول شي مش ماخذة كفايتي من النوم، يعني قبل امس فأوريدي يعني ما بعرف كيف كفيت امبارح اليوم، واليوم رح نسوي 12 ساعة باذن الله، رغم اني نايمة 6 ساعات فقط وقبلها تعبانة، فبتمنى انه تزبط معي واني انا ما بيجي بتعب، لانه نشاطي بيكون عالي من الساعة 3:30 لحد تقريبا الساعة 2، جيم اوفر، بصير يعني في الساعة 2 بحس حالي انه انا بسوي هيك قوة عظيمة لا اكمل، بحكم زي ما حكيت لكم اني مش نايمة كثير قبلها ومش متعودة. فخلينا نشوف اليوم هاد كيف رح يزبط، صراحة صعب النظام هذا صعب، ولكن خلينا نشوف رح نكمل او لا. هلا رح افتح بث معكم على تطبيق جوجل ميت، سو اذا بعدكم مش مشتركين في القناة شوفوا في القناة، تابعوني على الانستغرام شوفوا مزبطتكم في الانستغرام.
نشرت لكم على الانستغرام الورك اوت تبع الابردي اليوم الاول واليوم الثاني، هدول التمرينات تبع الكوتش شباب، ونشرت لكم كمان ديتيل تانية. فنشرت انه تحدي 3 أسابيع سوا، لانه هدول الورك اوت اللي يعطيهم الكوتش، انا مسويها اونلاين كوتشنج، يعني مدرب بيدربني اونلاين. وبس هيك اصدقائي، حبوني بتعليقات كالعادة، والان فلنبدأ. شوفوا انا ما بقدر اصرخ كثير لانه صاحبتي في البيت يعني، وممكن تكون نايمة وانا عم بفرجها حاليا، لازم هاد وهروح اذاكر. Oh baby I love your madness, it's so incredibly beautiful. أصدقائي سويت كوفي، this is my number where the fox, so this is my number 2 coffee. كل ما بتجي هلا الساعة 3 بس أشوف رقم 3 بيصير عندي كمية نوم غير طبيعية وبدي نام مع الطقس هذا والعواصف اللي عم شوفها برا، والرياضة كمان صراحة رياضة كثير ترهق جسمي، كثير عم بتخلي جسمي تعب، رفع الأثقال. إني عم بتمرن، عرفتوا البروجرام اللي عم بمشي فيه حاليا اصعب من اللي كان، الكوتش بدل لي البروجرام والبروجرام هذا كثير انتنس، فبحس انه جسمي يبكي في الزاويه. فعشان اضل صاحيه ايش سويت؟ سويت اول شيء كوفي، ثاني شغله قررت اني انا افتح بث معكم عشان لما اكون معكم باستيحاء حالي وبدرس، لما بشوفكم كلكم تدرسوا وكمان انتم تتشجعوا بي وانا بتشجع بيكم. والشغله الثالثه اللي سويتها انه خليت حصه اللغه الروسيه تبعي الساعه 5، خليتها الساعه 5 عشان اخلص الساعه 7 وعلى طول اروح انام. ففهمتوا التكتيك انه عشان يعني اكيد استاذتي مش رح نام غصبا عني، انه انا مسويه موعد معها فرح احترم موعدي غصبا عني اضل صاحيه، فهمتوا؟ فانتوا كمان اذا مثلا بيجيكم النوم، لانه احيانا بيسالوني ميرا كيف تقدري تسوي ليله بيضاء ما بعرفش ايش، او كيف تقدري مثلا تسهري وتدرسي وهيك، خجلوا حالكم عرفتوا، حطوا حالكم في مواقف ما بتقدروا تطلعوا لورا، انه بس لازم تخلصوا اللي تخلصوا. فانا دايما بسوي هيك مع حالي، وعلى فكره كمان انا نايمه المفروض منيح، يعني عشان اقدر اسهر واكمل المفروض انه نايمه منيح، ولكن انا لانه بس مش الروتين تبعي فما بحس حالي انه قادره انه اسهر، فهمتوا؟ لا علينا، اهلي لازم اروح لانه كثير تاخرت ولازم اروح اذاكر. باي.
رح موت وأنا بس لازمني أقوم حتى إني ما أكلت لأنه ما في عندي وقت إني أنا أطبخ. فشكلي إنه أنا بخرب الدايت. طلبت من الإنترنت طلبت بيتزا وهيك طلبت بيتزا ورح أكل يعني بيتزا. تخيلوا بس إنه طلبتها أها وصل أذكر لقد تيجي كنوت. طلبتها صحية. وصل الأكل. هاي فيجيتيريان عشان ما حد يقولي حرام حلال. كثير طيبة. خذي خذي ام لا 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 واحدة بس مش قادرة على اثنين. صحة يا عايشة بس عم ذاكر في البث وانا عم باكل. كثير طيبة لأني كثير جوعانة فعم شوفها واو. بس عن جد الفيجيتيريان كثير طيبة. خلاص شبعت. Прошли, винительный падеж. Винительный падеж мы прошли. How much? Да, how much? Вот. Сколько стоит? Сколько стоят? Стоит это что? I see it. Стоит слова. Это вот именно much. Разный. Да, смотри. Бывает стоит, например, чашка стоит. What mean чашка стоит? For example. Что означает? Вот, например, смотри. Чашка, например, блин. Например, эта тетрадь лежит. اليوم ليفل الطاقة عندي كثير عالي. ليش؟ لاني اول شيء يعني في عندي وقت لحالي. يا عمي صحي من الساعة 2 هلا اولموست الساعة 3 انه تحممت ساعة ونص اسوي في الاشياء اللي انا متعودة عليها. فبما اني عم سويها بحرية بحس بالانطلاق. هلا الساعة 3 وانا بصرخ والجيران رح يجيبوا لي البوليس. لاي بات اي دونت كير ات اول لاني انا سعيدة. ليفل السعادة حرفيا عندي عالي جدا واعتقد انه هالشي ملاحظ من الطاقة اللي انا بعطيها وبحكي بصوت عالي وما بعرفش ايش. anyway سمعتوا هاي الغنية اصدقائي؟ اسمعوا اسمعوا الفن اللي انكم محرومين. الغزالة رايقة. انت هني علي انا الغزالة طبعا هلا شوي دراما. اكيد شفتوا الفيلم هذا تبع فير زارا اللي تبع بريتي زينتا وشو اسمه شارك خان. كثير كثير بحبوا هالفيلم هذا تقريبا سنه 2000 وشوي 2004 2002 شيء زي هيك. فيلم قديم لكنه
بيحكي على الرومانسية المستحيلة في واقعنا الآن، أو الحب النادر الذي لا وجود له في حاليا في كل العالم. على نفسك وتدرسي، لانه راح افتح بث جوجل ميت بعد شيء ساعة وعشر دقائق. لازمني احضر بسرعة فطوري واذهب لكي اذاكر. انا دايما بالصباح ابلش بالروسي وبعدين المساء اخليه لمادة الجاينيكولوجي. على ميرا المرمورة الان ان تغلق فمها وتبدأ قربت اوقع بالمذاكرة. Let's go baby. والله اني راح اكون اكثر دكتورة فرفوشة في العالم كله، بس اتخرجوا ما تجونيش، يعني لطف عليكم من حالة من المرض، بس انه انت فهمتوا اوكي؟ بموتكم. لا مش حموتكم، يعني دكتورة لازم اكون هيك طيبة اوكي؟ بس راح تكونوا محظوظين اذا انا دكتورتكم. يعني شو بدي اقول؟ فرفشة، جمال، اخلاق، ثقافة، يعني شو بدي اقول على حالي؟ شو بدي اقول اكثر من هيك؟ يعني الصورة واضحة وكاملة ما شاء الله. اوكي خلاص يلا روح. اشتركوا في القناة، تحطوا لايك للفيديو، تابعوني على الانستغرام وكل هاي الشغلات الحلوة، وكمان تحبوني في التعليقات زي العادة. البث تبعي خلصنا 3 ساعات ونص تقريبا او 4 ساعات هيك مع بعض. هلا لازمني بسرعة اغير واروح الجيم. حسيت انه من كثر ما صار هالروتين هاد موجود عندي، حتى انه الجماعة اللي بيحضروا معي البث عرفوا انه انا بس تسكر البث على طول بروح للجيم وبرجع مرة ثانية. صراحة كثير مبسوطة من هالروتين هاد حاليا. ليش؟ لانه عم يخفف التسويف عندي بشكل مش طبيعي، وبيخفف كمان عندي مسك الموبايل. يعني انا كثير بضيع وقت على الانترنت بصراحة، حاليا مش عم بمسك انترنت يعني ممكن 10 دقائق 20 دقيقة ماكسيموم في اليوم كامل اللي انا بقعد على الانترنت، يعني ساعتين اتليست في اليوم. I'm so proud of myself. كثير حابة هالروتين هاد، وحابة الروتين الصباحي هاد اللي هو بصحى بكير اذاكر بعدين على طول اروح للجيم. وكمان يعني قلل من احتياجاتي، عرفتوا في الروتين تبعي صباح انا بظل يمكن شي ساعتين حتى استوعب كل شي عم بيصير. هلا انه 45 دقيقة ساعة، يعني وتشيز، يعني شيء واو. انا باخذ وقت اكثر من هيك بكثير، باخذ الامور دائما بهداوة عشان بحسن نفسيتي، بس هلا انه عم شوف انه عندي طاقة في وقت اقل بكثير، فشكلي بستمر على الروتين هذا.
صراحة حبيته. anyway هلأ عشان ما أتأخر على الجيم لازمني أروح، لأنه بدي أسوي الورك أوت تبعي تبع الليك داي وأنزلها ريل على الإنستغرام، فتابعي على الإنستغرام ويصير عنا شيء كثير حلو من هون للصيف إن شاء الله. وبس see you بعدين.